زوجكم المرأة في الحدث. أهلا بكم مشاهدينا. المرأة هي الحياة والحياة هي المرأة. المرأة هي السكن والسكينة. المرأة هي البيت هي الوطن. وغيابها عن المشهد يعني أنك تعيش في غربة خانقة. ونبدأ حلقتنا اليوم من سوريا، حيث قدمت فرقة غاردينيا المؤلفة من عدة شابات سوريات عرضا موسيقيا أطلقت فيه الزغاريد والأغاني التي تتميز بها كل مدينة سورية على حدة، وذلك من أجل الحفاظ على الهوية الحقيقية لسوريا. لنتابع معا هذا التقرير. في مسعى للحفاظ على التراث الثقافي غير المادي لسوريا، أضفت شابات سوريات بهجة من نوع خاص على حفل موسيقي في دمشق لتقديم أغاني زفاف تقليدية وإطلاق الزغاريد التي تتميز بها كل مدينة سورية على حدة. جوقة النساء التي تحمل اسم غاردينيا وتتألف من نحو 20 شابة قدمت بالتعاون مع الجمعية المحلية تاء مبسوطة استعراضا فنيا بسيطا شامل الفن الذي تتميز به عدة محافظات سورية منها القنيطرة ودنعا ودير الزور والحسكة ومدن أخرى. تثبيت هذا التراث كتير مهم لأنه هو بيأكد على التنوع وعلى ثراء البلد. فبتعرف هلا حتى باليونسكو يعني قديش مهم قصة حفظ التراث اللامادي، فهن جهدهم الشخصي عمل. وتأكيدا على ثراء هذا البلد وغناه بالتنوع الثقافي، استعانت فرقة غاردينيا بالأصدقاء والعجائز وغيرهم من النساء الكبار في التدريبات من أجل صقل الهوية التقليدية للفن الثقافي السوري الذي تتمتع وتتميز به كل محافظة من المحافظات السورية. لحتى نكون في مصداقية وتوثيق حقيقي للشغل، فنحن استعنا بالنساء الكبار بالعمر وبالأصدقاء والأقارب اللي من كل منطقة، أنه كيف تحكوا يجوا يحضروا البروفا ويصلحوا. وتحتل الزغاريد أهمية كبيرة في التراث العربي باعتبار أداة للتعبير عن الفرح والمناسبات السعيدة، خاصة حفلات الزفاف والتي تختلف عادة في كل مدينة عن غيرها. تغيير كثير كان عم بيكون بمستوى انه العالم عم تنتقل من مكان لمكان، فنحن بنخاف للسنوات الجايه انه تفقد المناطق السوريه هويتها ويعود فيها هويه حقيقيه، فهذا الشيء كثير مهم، وخاصه انه هن صبايا صغار بالعمر وعم بيتعلموا هذا الشيء اللي هو بيرجع يمكن ل 100 سنه لورا اذا مو اكثر، فهي الحاله كثير حلوه بتعطينا لسه انه في امل انه الجيل الجديد قادر يحافظ على الهويه السوريه بكافه اختلافاتها. اذا ويعتبر عرض غاردينيا خطوة مهمة لبلاد شهدت حربا أهلية منذ العام 2011 أدت لفرار الملايين نتيجة الصراع إلى بلدان أخرى، وتهدف الخطوة للحفاظ على الهوية الحقيقية للمناطق السورية بكافة اختلافاتها والتي يرجع بعضها لمئات السنين. يسعى مخرجا الفيلم الوثائقي من أجل السماء السورية وعد الخطيب والبريطاني إدوارد واتس من خلال ترشيحه لجائزة الأوسكار تسليط الضوء على معاناة السوريين من الحرب التي فتكت ببلادهم منذ 9 سنوات دون كلل أو ملل. لنتابع معا هذا التقرير ومن ثم نعود. سما، عملت هالفيلم مشانك. يأمل مخرجا الفيلم الوثائقي من أجل سما السورية وعد الخطيب والبريطاني إدوارد واتس في أن يذكر ترشيحه الأوسكار الناس بمحنة السوريين المتضررين من الحرب الأهلية التي عصفت بالبلاد منذ نحو 9 سنوات ولا تزال مستمرة. بحلب مدينتي. الفيلم الذي حمل اسم سما عاش المعاناة السورية لحظة بلحظة منذ انطلاق شرارتها الأولى في محافظة حلب حتى آخر أيام خروج سكانها من حصار دام لسنوات عديدة وفقا لتسويات سياسية في المنطقة. ترشيح كان شيء كتير بالنسبة لي فخر كتير كبير وكتير عظيم أكيد. بنفس الوقت بالنسبة لي كان هو فرصة كتير منيحة لأنه أنا أتأكد أنه الناس فعلاً لسه مهتمة بسوريا وبالمعاناة السورية اللي اليوم لسه عم تتكرر.
بتمنى انه هي تكون فرصه كثير كبيره لحتى نشد الضوء اكثر على المجازر اللي للاسف لسه عم بتصير اليوم بسوريا بادلب. بتمنى انه الشعب السوري يكون شوي اخذ شويه امل من هذا النجاح اللي عمله فور سما او الى سما. ما حدا منك. ويسرد الفيلم الوثائقي الاحداث التي وقعت في حياه وعد والناس من حولها وهم يمرون بتجربه فقدان الاحبه والنجاه، بينما يتجادلون حول ما اذا كانوا سينزحون ام سيبقون كما هم في حلب. بقدر اشوف هالشيء. يعني سما now she's 4 years old. She's like very tall now. She speaks a lot. في البداية عندما بدأنا في ذلك كنا نريد فقط أن نروي قصة ننظر فيها إلى شيء ما في الخلف، ويمكنك أن تفهم ما جرى من قبل. لكن خلال هذين العامين كانت هناك مدينتان أخريان هجر سكانهما، مزيدا من الناس شردوا، قتل عدد أكبر من الناس، لذا كان على عاتقينا مسؤولية كبيرة تتمثل في إبلاغ العالم بأن ذلك ما زال يحدث ولا يمكننا أن نسمح بأن يتكرر. ولسوء الطالع كما تعلمون فهذا ما زال يحدث بينما نتحدث الآن. وفيلم من أجل سما عبارة عن رسالة حب تبعثها وعد لطفلتها سما، تحاول من خلالها إيصال معاناة الطفل السوري الذي ترجم ملامحه الجسدية والنفسية، ردة فعله بين مشاهد التشرد والموت وسماع دول الانفجارات والقصف العنيف. أخبار اجتماعية وفنية وأخرى رياضية بعد هذا الفصل. إلى اليمن، فقد نزحت العديد من الأسر اليمنية إلى مخيمات تفتقر لأدنى مقومات الحياة، حيث الأمان النسبي هناك بعد فرارها من ضربات جوية متواصلة على مناطقهم خشية على حياة أطفالهم، لتقابلهم المجاعة والأمراض على الجانب الآخر. المزيد في سياق التقرير التالي لنشاهد. وفي تعز غالبا ما تكون النساء والأطفال الأكثر تضررا في الحروب والأزمات، ففي اليمن الذي يشهد حالة حرب ضروس يعيش السكان فيها أشد الأزمات الإنسانية من مجاعة وأمراض. تداعيات الحرب في البلاد انعكست بشكل مباشر على الأسر اليمنية التي لم ترى أمانا نسبيا للفرار من ضربات جوية إلا في مخيمات النازحين والتي تفتقر لأبسط مقومات الحياة. احنا نزحنا اول مره نزحنا من هناك، لا انا لا بروان، جينا ما بيدعموهم ولا حاجه ولا شيء. رجعنا لصعده والطيران ما كان محلق فوق صعده، كنا نرجع ماذا قالوا انهم بيصرفوا هنا خشب، بيصرفوا بطانيات، يصرفوا هذا حاجه النازحين من كل شيء. لو ما نزلنا لها انا ما رضوا يصرفونا ولا اي شيء. وتخشى تلك الأسر اليمنية النازحة والتي تناضل من أجل لقمة العيش على حياة أطفالها من الغارات الجوية المستمرة على مناطقهم، ليجدوا في المقابل المجاعة والأمراض تفتك بأجسادهم الصغيرة مع غياب تام لأي دور إنساني يخدمهم. موت برد، احنا وعيالنا نرقد هكذا فوقنا ثلاث أربع بطانات من هذا الجيش، ما تدفينا الآن يا أخي. معنا مع البيت كامل اثنين ثلاثة فراشة ترقد انت واولادك فوقها، المطر الطل كل شيء يدخل علينا يا اخي. قدك بتبس نقوم من الساعة 7 نتنقل بين الشمس ندور الدفا فنجي. عيالنا يمرضوا من الزكام من السعلة، ما يسمروا ما يرقدوا الا لهم بيجحروا طوال الليل. ويكافح اكثر من 11 مليون نسمة لايجاد الغذاء الكافي في هذا البلد، بينما يعيش 240 الف شخص في أوضاع أشبه بالمجاعة نتيجة الحرب التي شلت الخدمات الأساسية والبنية التحتية
وخربت الاقتصاد. عام آخر مضى بحلوه ومره، ولا زالت الأزمة اليمنية مستعصية على الحل، لكن يبقى الأمل في أن يكون العام الجديد مختلفا عن سابقه، وأن يحمل السلام للبلاد، ويحقق للمرأة اليمنية أهدافها عبر مشروعات تضمن تحقيق مبتغاها وطموحها. مراسلتنا صباح الشغدري أعدت لنا التقرير التالي لنشاهد. من بين تلك الأحلام والطموحات المتناثرة والتي عصفت بها رياح الحرب، استقبلت المرأة اليمنية عامها الجديد بأمل يتربع عرش أمنيتها ويسيطر على مطبات اليأس ويتعدى كل محطات الألم، لتقول للمستقبل المشرق لعلك أفضل من الأمس. طموحاتنا في عام 2020 كثيرة جدا، أن يكون أول شيء أحسن من العوام السابقة وأفضل، كون المرأة كانت في العوام السابقة تعرضت نتيجة الحرب اللي تعرضت لها البلاد، كانت أكثر ضررا هي المرأة في المجتمع، كان المجتمع كله متضرر بس المرأة أكثر ضررا يعني. وإن شاء الله يكون في عام 2020 يكون عام أفضل من العوام السابقة، ويكون في معنا أحلام كثيرة نريد تحقيقها وأهداف وطموحات نريد نوصل لها أنا أو جميع النساء. على الرغم من كل تلك الانكسارات والصفعات التي واجهتها المرأة اليمنية في السنوات الماضية، إلا أنها تظل راسمة ابتسامتها على سحابة من الأمل، متطلعة إلى الأفق، موقنة أن عامها الجديد بداية لحياة جديدة. بالنسبة للعام 2020 نتطلع ونتمنى بإذن الله تعالى أن يكون عام خير على اليمن وعلى اليمنيين وعلى النساء حول العالم كامل، وعلى النساء داخل اليمن، النساء الذي تحدين الصعوبات، تخطين كل التجاوزات الحاصلة داخل البلد، تخطين الحصار، تخطين الحرب الموجودة، تغلبنا على مشاكل الاقتصادية والاجتماعية داخل الدولة والأوضاع المعيشية الصعبة التي تعيشها اليمن. المرأة اليمنية مرأة مثابرة، مرأة صابرة، مرأة منجزة بنفس التوقيت، رغم كل التحديات والصعوبات التي تواجهها، إلا أن المرأة اليمنية تظل دائما متطلعة للعام الجديد بأنه عام خير إن شاء الله تعالى، عام فيه التفاؤل، عام فيه اليمن تخرج إلى حلول. بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال، ولعل الحال القادم مليء بالمفاجآت الجميلة، فما أجمل حسن الظن. التفاؤل والأمل كلاهما يجعلان للحياة رونقا جميلا ويصوران المستقبل بأبهى صورة. هذا ما نهجته المرأة اليمنية في استقبال عامها الجديد. صباح الشغدري لقناة اليوم صنعاء. تجذب قطع أثرية استخرجت من تحت الركام والطين على الشريط الحدودي المضطرب بين قطاع غزة وإسرائيل زوارا لمتحف غير عادي في قطاع غزة الفلسطيني المحاصر، حيث تعرض آثارا رومانية وبيزنطية. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي لنتابع معا. اهتماما بما أبدعته الحضارات المتعاقبة على مر التاريخ في فلسطين من كنوز وآثار وثقافات لمجتمعات عاشت حقبا زمنية متتالية واتبعت عادات وتقاليد متميزة، شاركت الفنانة التشكيلية نهاد أبو نحلي في تأسيس متحف القرار الثقافي في قطاع غزة، متحفا يتم فيه عرض الكنوز الأثرية التي تستخرج من تحت الركام والطين على الشريط الحدودي المضطرب بين قطاع غزة وإسرائيل، والتي تختلف بين رومانية وبيزنطية وكنعانية وإسلامية. احنا بنلاقي هاي القطع على الأراضي المجاورة للشريط الحدودي، يمكن تبعد عن الشريط الحدودي مسافة كيلو ونص. طبعا هذا كتير خطر علينا احنا نروح على هاي المناطق ونشوف نحاول نلاقي قطع، ولكن احنا صعب علينا التنقيب في هاي الأراضي، ولكن من خلال العلاقات والتشبيك مع المزارعين أثناء عملية تقليب التربة إلا ما يلاقوا قطع أثناء الأمطار بتظهر هاي المقتنيات على وجه الأرض. ويقدم المتحف في القطاع الساحلي للفلسطينيين لمحة عن تاريخهم من أجل الحفاظ على التراث وتسليط الضوء من قبل المهتمين بهذا الشأن على حضارة الشعب وهويته.
تعرف أنه عدد المتاحف قليلة جدا في قطاع غزة، واللي بيهتموا بالأثار وبحفظ التراث كمان قليلة جدا. عشان هيك أنه إحنا توجهنا لمتحف القرارة، عشان انه الطفل اول شيء قريب من خان يونس من مكان مركزنا، ثاني شيء انه هو مزود باشياء تراثيه قديمه جدا. وتحاول نهاد من خلال هذه الفكره انشاء مختبر ترميم مقتنيات اثريه كاول مختبر في القطاع، والعمل على زياده الوعي الثقافي لفئات المجتمع المحلي من مزارعين ومهندسين وعمال، وإعطاء قيمة وأهمية لكل قطعة أثرية تمثل تاريخهم. قالت منظمة الصحة العالمية أن فيروساً تاجياً جديداً انتقل بين البشر بشكل محدود في الصين وسط مجموعات عائلية صغيرة بالأساس، لكن من المحتمل أن ينتشر على نطاق أوسع. لنتابع. قالت منظمة الصحة العالمية أن فيروسا تاجيا جديدا انتقل بين البشر بشكل محدود في الصين وسط مجموعات عائلية صغيرة بالأساس، لكن من المحتمل أن ينتشر على نطاق أوسع. وكانت السلطات قد قالت أنها وضعت امرأة صينية في الحجر الصحي في تايلاند لإصابتها بسلالة غامضة في أول رصد للفيروس خارج الصين. وفي المجمل جرى الإبلاغ عن 41 حالة إصابة بالالتهاب الرئوي، وهو أحد أعراض المرض، في مدينة ووهان بوسط الصين، معظمها مرتبط بسوق المأكولات البحرية، وتوفيت واحدة من تلك الحالات. وقالت الدكتورة ماريا فان كريكوف القائمة بأعمال رئيس وحدة الأمراض الناشئة في منظمة الصحة العالمية خلال إفادة صحفية في جنيف أن المنظمة أعطت إرشادات للمستشفيات في جميع أنحاء العالم بخصوص السيطرة على العدوى في حال انتشار الفيروس الجديد. وأضافت أنه لا يوجد هناك علاج محدد للفيروس الجديد، وأنه يجري حاليا النظر في مضادات للفيروس وإجراء تعديلات عليها لمواجهته. وإلى خبرنا الرياضي لهذا اليوم، فقد بلغت كل من النجمة الأسترالية أشلي بارتي والرومانية سيمونا هاليب الدور ربع النهائي من بطولة أديلايد للتنس، فيما ودعت الألمانية أنجليك كيربر البطولة بانسحابها أمام منافستها الأوكرانية ديانا يسترميسكا. لنشاهد. نجحت النجمة الأسترالية أشلي بارتي المصنفة أولى على العالم في حجز مقعدها بربع نهائي بطولة أديلايد الأسترالي للتنس بفوزها على الروسية أنستازيا بافليشنكوفا. ورغم نجاح اللاعبة الروسية المصنفة 31 عالميا من إنهاء المجموعة الأولى لمصلحتها بنتيجة 6-4، إلا أن بارتي مصنفة أولى على العالم نجحت في حسم المباراة بفوزها بالمجموعتين الثانية والثالثة لتنهي اللقاء لمصلحتها بمجموعتين لواحدة تفاصيلها 4-6 و6-3 و7-5. وفي مباراة أخرى بنفس الدور تمكنت اللاعبة الرومانية سيمونا هاليب من بلوغ ربع النهائي بتغلبها على الأسترالية آيلا توميليانوفيتش، ونجحت هاليب المصنفة رابعة على العالم من حسم المجموعة الأولى ب6-4. وفي المجموعة الثانية ورغم محاولات اللاعبة الأسترالية مجاراة النجمة الرومانية، إلا أن الغلبة في النهاية كانت لصالح هاليب التي حسمت اللقاء بمجموعتين نظيفتين. بالمقابل لم تتمكن النجمة الألمانية أنجليك كيربر من استكمال لقائها أمام الأوكرانية ديانا يسترميسكا بسبب الإصابة، فبعد نجاح اللاعبة الأوكرانية في حسم المجموعة الأولى لصالحها بواقع 6-3، اضطرت كيربر المصنفة أولى على العالم سابقا وحاملة لقب بطولة أستراليا المفتوحة عام 2016 للانسحاب في الشوط الثالث من المجموعة الثانية، عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم يسترميسكا بشوطين دون مقابل، وذلك بسبب ألم في الظهر لتبلغ اللاعبة الأوكرانية المصنفة 24 على العالم
الدور الربع النهائي. الطلاق ظاهرة سلبية تهدد المجتمعات، محور لقائنا بعد الفاصل. في لقاء خاص مع قناتنا تحدثت العضوة في مكتب العلاقات بمجلس المرأة السورية هبة محمد عن ظاهرة الطلاق في المجتمع، واعتبرت أنها من أهم الظواهر السلبية في وقتنا الحالي، كونها تهدد استقرار المجتمع وتشكل عاملا أساسيا لتفكك الأسرة وضياع الأطفال. لنشاهد. الطلاق هو من أهم الظواهر السلبية المنتشرة في المجتمع، ما يؤدي إلى تفكيك الأسرة والمجتمع، ومن أسبابه زواج القاصرات، العادات والتقاليد، الفقر، فرق السن بين الزوجين، أيضا فرق السن عند الذكر أو الأنثى، يعني مرات الذكر يكون يعني كبير السن والأنثى صغيرة السن، يعني أنه يؤدي إلى طلاق، يعني عدم تفهم من الذكر أو من الأنثى. أيضا الصراعات والحروب في المنطقة، الجهل الفكري الأسري، فرق السن بين كلا الزوجين، فرق السن بين الزوجين سواء كان الرجل كبير أو الأنثى، هذا يؤدي إلى الطلاق. أيضا في كثير من الفتيات يتعرضن لاضطرابات نفسية خطيرة عند شريحة من الفتيات القاصرات بسبب الطبيعة التي تتعرض لها، أيضا التغيير المفاجئ أنه الانتقال من مرحلة الطفولة إلى مرحلة النضوج، يكون لديه ليس القدرة الكافية على تحمل المسؤولية، وهذا يكون عائق عليها كله من الأسرة. يعني وإلى فقرة المقال لهذا اليوم، التفاصيل بعد الفاصل القصير. اختر محيطك لتتجنب نصف مشاكلك، واصمت كثيرا، استمع أكثر مما تتكلم لتتجنب النصف الآخر، وانقل تجاربك إلى أبنائك دون ضغط، دعهم يتخيروا بحرية حذرة وليس قهرا مغصوبا. بهذه العبارات لخصت الكاتبة المصرية رابعة الختام مقالها لهذا اليوم. لنتابع. قل لي من هم المحيطون بك على كافة المستويات لأقول لك من أنت. أنت ابن محيطك، لذا اجتهد في اختيار ما يناسبك وينهض بك، لا ما يحط من قدرك أو يغفل قيمتك. وعيت بهذا بعد سنوات طوال، وأحاول قدر استطاعتي وجهدي نقله لأبنائي، بل أنشر الفكرة بين صديقاتي وجيراني بلا ملل من تكرار ذات الجمل التحذيرية في ضرورة انتقاء المحيطين بنا بعناية فائقة. البيئة الثقافية المحيطة بالكتاب والمبدعين تساعدهم كثيراً على أن يكونوا أكثر إبداعاً وعطاءً، فالنجاحات معدية والفشل كذلك، بل هو أكثر عدوى مما نتخيل. والوسط الطبي الباهر في اكتشافاته، نهل الطبيب الصديق من الكتب والمراجع العلمية والنهم للدراسات العليا والتحصيل الدراسي والمهاري والمعرفي، تنتقل إلى صديقه بالحتمية التي لا تقبل الجدال والمناقشة.
في الفن معتقد بأن المشهد الرائع إذا اجتمع فيه فنان كبير مبدع مع صغير مبتدئ، يعلو المشهد ويتحول إلى حلبة مصارعة بين الأداء التمثيلي النابض وحديث العيون، لغة الجسد المعبرة، استخدام الوجه كذلك. أكثر من ممثل قال لي في بعض المشاهد أمام العمالقة: كنت أستمد روعة التمثيل التعبيري من هذا الفنان الكبير. مقولة مصرية شهيرة أعتقد أنها كانت مثلا شعبيا: من جاور السعيد يسعد ومن جاور الحداد ينكوي بناره. فالنار المتطايرة من محيط مشتعل ناكر للمواهب، غالبا ما تحرق من تطاله، لا تبقي ولا تذرو. أعترف لأمي وبكل حيادية أنها لا تحمل مكرا يجنبها الوقوع في الأخطاء وربما الكوارث، وورثت أنا ذات الطبع العفوي الجالب للمشكلات. بيد أن أمي بالخبرة والسليقة طلبت مني يوما ما ضرورة الابتعاد السريع عن صديقة الطفولة وعدم العودة للحديث معها أو عنها بعد ذلك، فحين تزوجت صديقتي من رجل يكبرها في السن كثيرا وليس في نفس مستواها التعليمي والثقافي، على الرغم من تفوق مستواه المادي عليها وعلى ممتلكات أسرتها بأكملها، خشيت أمي من انزلاق لتفكير مادي يخلو من تكافؤ بين الزوجين يقوم على عدة أسس، بالطبع ليس المال إحدى مفرداتها. اختر محيطك لتتجنب نصف مشاكلك، واصمت كثيرا، استمع أكثر مما تتكلم لتتجنب النصف الآخر، وانقل تجاربك إلى أبنائك دون ضغط، دعهم يتخيروا بحرية حذرة وليس قهرا مغصوبا. هذا كل ما كان لدينا لليوم من برنامجكم المرأة في الحدث. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.